الثروة السمكية عنصر لا يقل شأنه عن باقي الثروات الطبيعية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وتلبية حاجية المستهلكين. والحاجة إلى هذه المادة الحيوية فرض تأطيرها علمياً لاستغلال كل أنواع السمك. فتجربة تربية المائيات في الجزائر تجربة فتية، إلا أنها أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع، وهو ما شجع حتى الفلاحين على الاستثمار في هذا المجال بإدماج تربية المائيات في نشاطهم الفلاحي. فيما يخص تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، ظهرت الفكرة منذ بداية الألفية الثانية خلال سنوات 2001-2002 إلى 2004، عندما بدأ قطاع الصيد البحري وتربية المائيات برنامج تطوير تربية المائيات لأسماك المياه العذبة في السدود والمسطحات المائية. بدأت هذه العملية في إطار الإرشاد لاستهلاك أسماك المياه العذبة ولنشر ثقافة تربية أسماك المياه العذبة واستهلاكها عن طريق استغلال الأحواض المائية للمستثمرات الفلاحية باستزراع صغار الأسماك للشبوطيات وأسماك البلطي النيلي خلال بعض المستثمرات. وحسب المختصين فإن تربية المائيات بأحواض السقي الفلاحي لها فوائد وانعكاسات إيجابية، كما يؤكده صاحب هذه المستثمرة المتخصصة في إنتاج الطماطم والذي خاض هذه التجربة لسنوات عديدة. تجربة الأسماك جابوها ناس حاب لابيش، ولكن كانوا بالتلصيق مع الأسدية. كي جابوه فرغنا في البسان رانا ربوه فيه، ميمطا رانا ناكلو منه وميمطا يعطينا ثاني الروث نتاعو، راه يروح مباشرة للخضرة والفواكه. لقينا بالليل رانا نعاونو روحتينا، فكان رانا نديرو في لانكري، ولكن هو أحسن خير من لانكري. فتثمين استخدام المياه في المستثمرة الفلاحية واستخدامها لتربية الأسماك يساهم في تنويع عائدات المستثمرة الفلاحية وتحسين المستوى المعيشي للفلاح بتنويع المنتجات ورفع مردودية المستثمرة الفلاحية والحصول على منتجات خالية من الأسمدة الكيميائية والاستفادة من مخلفات الأسماك كسماد عضوي طبيعي غير ملوث. إدماج تربية المائيات في النشاط الفلاحي من أهداف القائمين على القطاع بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال العمل على نشر ثقافة تربية المائيات، وذلك بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين ومرافقة المختصين لهم في كافة مراحل تجسيد المشروع من أجل حماية وتثمين الثروة السمكية والاستجابة لرغبة الفلاحين في التدرب والتكوين في هذا المجال. تم تكوين على مستوى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، كانوا فيه دروس نظرية، كان فيه كذلك مدرسة تطبيقي، واليوم رانا متواجدين من خلال زيارة ميدانية على مستوى المزرعة النموذجية للفلاحة وتربية المائيات على مستوى سي مصطفى بولاية بومرداس، أين تم التعرف على مختلف التقنيات المستخدمة على مستوى المستثمرة، وكذلك سبل دمج تربية المائيات على مستوى مختلف مستثمرات الفلاحية لوسلي الفلاحين اللي زاروا اليوم. شافوا الطريقة تاع التربية على مستوى الأحواض الإسمنتية، شافوا كذلك طريقة التربية على مستوى الأحواض المصنوعة بمادة جيو مومبران، وهي خرجة مفيدة. الدورة هذه يعني فادتنا بزاف، لي 3 جور دو تيوري هادو نفعونا بالبزاف. البرومي جور جوزناه تيوري، الدوزيام جور في اللابو درنا التشريح تاع الاسماك تاع تيلابيا، تعلمنا على الكارب، على لي موديل تاعو كامل، على البواسون شا، طريقة التلقيح، طريقة التحضير يعني تاع لو باسان. يعني التقنية هذه لقيتها اللي يعني جد موفرة للفلاح، لأنه يستعمل لي موايان دو بور، واش عنده في الفلاحة تاعو راه يستعمل. إلا عنده أن باسان راه يستعمل الباسان تاعو، إلا عنده أن إيطون راه يستعمل ليطون تاعو، إذا عنده أون روتوني كولينار
سي باري، ويعني يستعمل لي ديشي تاع الا كان عنده ان الفاج راح يستعمل لو ديشي تاع لي الفاج تاعو تاع لا نوريتور تاع لي زانيمو تاعو الفضلات تاعهم وكامل. الحق انا شخصيا راح ننطلق فيها ان شاء الله باذن الله. هذه المستثمرة الفلاحية المتواجدة بسطولي والمتخصصة في زراعة الحمضيات استفاد صاحبها من التكوين في مجال تربية الأسماك، وهو أحد الفلاحين الراغبين في استخدام هذه التقنية للاستفادة من مياه تربية الأسماك في نشاطه الفلاحي، وذلك بمرافقة مصالح مديرية الصيد البحري. عندنا 9 هكتار أونتو، 6 هكتار ودمي داغروم اونتر اورانجي كليمونتين اي سيترون، وعندنا 2 هكتار ودمي تاع كولتير ماريشار، ونيريغيهم بار سيستم غوتا غوت، وعندي نستعمل الباسان ليريغاسيون. بعد جا ليا الديليغي تاع الازديه، هو اللي قال لي كاين اون فورماسيون في الجي تاع لا بيسيكولتور دو 4 جور. رحت درت اون فورماسيون، تلقيت شويه معلومات، عجبني الحال بيسك انا عندي ديجا لو باسا، قلت نسيي ليلفاج تاع لي بواسون، نقص ديجا لي فري تاع لونغري بيسك نيريغي بيه، ولي ديشي تاع البواسون سيت ان لونغري او ميم طون بور لا كونسوماسيون. التكوين تاليه كذلك المرافقة في الميدان من ناحية ما تسيد عملية الاستزراع السمكي على مستوى المستثمرة الفلاحية، بحيث الفلاح الراغب في عملية الاستزراع السمكي نقوم بمرافقته كذلك من خلال زيارة معينة للحوض والمستثمرة الفلاحية باش نشوفوا المعايير التقنية تاع الحوض تاعو. بعد ما نقوم باختيار الحوض اللي الفلاح راح يقوم به بعملية التربية السمكية المدمجة، فيه مراحل تقنية وين الفلاح يحضر الحوض تاعو لعملية استزراع السمكي. المرحلة الأولى الفلاح يقوم بتفريغ كامل الماء على مستوى الحوض تاعو. المرحلة الثانية يقوم بتنظيفه. هنالك بعض العمليات اللي يقوم على مستوى الحوض مثل وضع شباك ليمنع صغار الأسماك من الخروج. ثم الفلاح يقوم بعملية تطهير للحوض تاعو. التطهير عندها فايدة مهمة للعملية تاع دمج الأسماك في حوض السقي الفلاحي، لأنه راح تسمح لنا باش نوجدوا فضاء نقي ومعقم اللي رايحين نربيو فيه هذو الأسماك. خليو الباسان اللي شولينا اللي قمنا بعملية التنتجير تاعو للشمس لمدة 5 أيام أو أسبوع باش ينشف الجير هذاك، ونقوم بفتح لاروبينيتري باش هذاك الماء والجير يخرج. ومن بعد الفلاح يقوم بوضع غرادياسيون أو أنتروبلان، هو في حالة ما الحوض تاعو يتعمر باش ما يديبورديش، نقوم بوضع هذا الأنتروبلان اللي كوسيلة استعجالية لتجنبوا خسائر على مستوى الحوض تاعو. ومن بعد من أجل لا فيرتيليزاسيون، هي عملية مهمة كذلك في الاستزراع السمكي، بحيث راح تسمح لنا بتكوين العوالق النباتية والعوالق الحيوانية اللي راح يتغذى عليهم صغار الأسماك في المرحلة تاع البداية. نقوم بلا فيرتيليزاسيون باستخدام كيس فيه غبار الدواجن او روث البقر او روث الحصان، ندخلوا جزء منه داخل الماء، يقوم بطلق كل العناصر الاساسيه من اجل تشكل العوائق النباتيه. ننتظر مده تاع واحد الاسبوع الى 10 ايام ونصيبوا باللي اللون تاع الماء تاع الحوض تغير اسمه خضر، او ميم طون كاين اون فورمولاسيون تاع بعض العوالق الحيوانيه سيري دافني لي روتيفار اللي ما بانوناش بالعين المجرده، بصح في الحواف تاع الحوض تاعنا نشوفوا كاين بعض الكائنات المجهريه اللي يعوموا في الماء هذاك. بهذه العمليه نكونوا وجدنا الحوض تاعنا. الان توصل المرحله تاع وضع الاسماك، كمية الأسماك اللي عندنا اللي نجيبوها اسمها في كيس ما نفرغوهاش مباشرة، ولكن نحطوها في سطح الماء اسمها تفلوتي باش تكيف درجة الحرارة، باسكو السمك كي نجيبوه درجة الحرارة داخل الكيس ودرجة الحرارة اللي في الحوض تاعنا مختلفة، باش ما يصيرش ان شوك تيرميك اللي ممكن تأثرنا على صحة تاع الأسماك تاعنا. نحطوه يطفو هذاك الكيس يطفو فوق الماء لمدة تاع 5 10 الى 15 دقيقه، وين السمك هذاك والماء
تكيف مع درجة الحرارة تاعنا، ومن بعد نقوموا بفتح الكيس هذاك واللي بيريو الأسماك تاعنا اللي رايحين يعيشوا في الحوض هذاك. هذه مختلف المراحل اللي تتم بها عملية الاستزراع، وفيه كذلك عملية إضافة الماء بور لوكسيجيناسيون، تزويد الحوض تاعنا بالماء راح تسمح بالماء هذاك باش يتشبع من الأكسجين الموجود في الهواء. بعد مدة زمنية من التأقلم السمك تاعنا نقدروا نغذيوه عن طريق أعلاف، سواء أعلاف محضرة أو أعلاف يقوم هو بتحضيرها على مستوى المستثمرة في لحيته.